متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية للمملكة لل 24 ساعة القادمة. تبقى الأجواء هذه الليلة باردة نسبيا إلى باردة في العديد من المناطق، بينما ربما تكون شديدة البرودة في بعض المناطق المحدودة من مناطق مثل البادية والسهول الشرقية وحتى في أعالي وقمم جبال الشراء. الليلة في العاصمة عمان الأجواء تكون باردة أيضا ولكنها غالبا صافية، درجة حرارة صورة 8 درجات مئوية، لكن هناك نشاط لسرعة الرياح الجنوبية الشرقية، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالبرودة، وبالتالي حتى درجة الحرارة الملموسة هذه الليلة قد تنخفض إلى حدود 5 درجات مئوية. نرى يوم غد الأحد يتوقع أن تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا، يكون الطقس مستقرا وباردا نسبيا في معظم المناطق، لكنه يميل للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. تكون الرياح جنوبية شرقية معترة السرعة، نشاط هذه الرياح يكون أحيانا وعندما تنشط تزيد الإحساس من البرودة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في الليلة التي تلي القادمة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمالا من إربد 21 إلى 8 درجات، جرش 19-9، عجلون 19-10، وفي المفرق من 18 إلى 6 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة نبدأها في العاصمة عمان 17-8، البلقاء 19-11، مأدبة 18 إلى 6 درجات مئوية، وفي البحر الميت من 25 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض الصورة إلى 12 درجة مئوية، وتكون في الزرقاء من 18 إلى 6 درجات مئوية، مع التذكير بأن معدل درجة الحرارة الآن مثل هذا الوقت من العام في العاصمة عمان حوالي 11 درجة أو 12 درجة مئوية، وبالتالي درجات الحرارة أعلى من المعدلات بعدة درجات. انتقالا للمناطق الجنوبية من المملكة، تكون في الكرك 15-6، الطفيلة 16-10، جبال الشراء 15-8، معان 16-5، وتكون في خليج العقبة العظمى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما تهبط الصغرى إلى 14 درجة مئوية. ختاما في المناطق الشرقية من المملكة، تكون في رويشت 17-2 مئوي، وفي ساعات الليل هناك كما ذكرنا بعض مناطق باردة الأجواء بها شديدة البرودة، الصفا 18-3، وفي الأزرق من 19-4 درجات مئوية. هذا كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.